يشكل عمل فرق الجمعيات الخيرية رديفاً مكملاً لنشاطات الجمعيات الأهلية وجهود القطاع الحكومي. وللمبادرات الطوعية بشهر رمضان أهداف عدة، أهمها تعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمع السوري وتوفير متطلبات الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء الاقتصادية. وفي هذا الإطار ينشط فريق مجموعة الخير في محافظة طرطوس، والذي استقبل شهر رمضان المبارك بتحضير وتوزيع العديد من وجبات الإفطار يومياً تقدم لأسر الشهداء والعائلات المحتاجة والوافدة من المحافظات الأخرى، كما توزع على نقاط الجيش العربي السوري المنتشرة على أطراف المدينة. أثناء الحرب كنا نقوم بتأمين هالوجبات ونبعثها لأهلنا في الجيش العربي السوري، للمقاتلين ولأسر الشهداء وللجرحى، وعندنا مجموعات نحن موجودة هلأ بتشوف مثل ما عم تشوف سيارة بتعبي، كل حي في واحد منسلمه وهو ببلش بيوزع هو. أعضاء فريق مجموعة الخير حرصوا على التنوع والتميز بنوعية الطعام المقدم في وجبات إفطارا للصائمين، والتي تطهى ضمن شروط صحية آمنة وتقدم كوجبة ساخنة على سفرة الإفطار، بالإضافة لأطباق الحلويات بأنواعها. مبادرة إنسانية منيحة الحمد لله، وإن شاء الله بنعاد عليكم بالخير والصحة والعافية. رمضان كريم وشكرا لأهل الخير. رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا ربع سوريا وجيشنا السوري. رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والعافية والخير، وشكرا لأهل الخير يلي وقفوا معنا وما تركونا. مبادرات خيرية تعكس وحدة أبناء سوريا واهتمامهم بأن تبقى طقوس رمضان كما عهدوها تجسد قيم المحبة والخير والعطاء.